هلا بس قبل ما ابلش بالباك اند يلي مشروع يلي مشروع الباك اند ما بهمه، ما بده يشتغل بالدوت نت مثلا، بده بس فورا يبلش فلاتر، فممكن يطف هذا الفيديو ياخذ هذا الرابط، هذا الرابط اونلاين ممكن تصلوا له ويحطه بمشروعه ويكمل. الباك اند مرفوع على هذا الرابط يعني ممكن تصله فورا، فممكن تطف جزئية الباك اند كلها اذا ما بتهمك وتكمل معنا في فيديوهات الفرونت اند عادي. راح احط هذا الرابط اكيد بالديسكريبشن كمان مع السورس كود وكل شيء. مرحبا جميعا، هذا الفيديو الثاني من سلسلة الشيرد وايت بورد. نتمنى بهذا الكورس راح نبلش بالباك اند. هيك خلونا اول شيء نعمل فولدر جديد نسميه وايت بورد، نفتح الفولدر بالفي اس كود. So, أول شيء راح نضيف كمان فولدر راح نسميه الباك اند عندنا. خلينا نفتح التيرمينال، ندخل على الفولدر باك اند، وهون بدنا نعمل مشروع دوت نت جديد، عشان هيك خلينا نكتب دوت نت نيو ويب اي بي اي عشان ياخذنا ال التمبلت تبع الويب اي بي اي. نحن رح نعزف كل الكنترولرات كل الكنترولز منه طبعا، لانه بس رح يلزمنا الهاب اتصال السوكت، بس التمبلت مبدئيا بالويب اي بي اي اسهل لنا. خلينا نقول اسم باك اند، نشوف انه انشأنا جوات الباك اند كمان فولدر اسمه باك اند تحتوي على المشروع. وبنفس الوقت كمان هون خلينا نعمل كمان مشروع الكود جنريتور، فبنكتب كمان دوت نت نيو، هون بدنا المشروع يكون كونسول ابليكيشن، فبنكتب كونسول بالاسم خلي يكون مثلا كود جنريتور، راح ننشئ لنا مشروع الكود جنريتور. وهذا المشروع اللي نحكي عنه باخر الفيديو ان شاء الله. خلينا نركز هون، مثل ما قلنا ما راح يلزمنا اي كنترولز بالمشروع عندنا، نشيل تمبلت موديول و مبدئيا هذا المشروع. خلينا ننشئ فولدر راح نحط فيها الهاب اللي راح يلزمنا نسميها هابس، ونحط فيها الوايت بورد هاب هلا هذا كلاس الهاب، وننشئ كمان فولدر رح نحط فيها المود موديولز. مثل ما قلنا الموديولز عنا مثل ما حكينا في فيديو سابق، الموديولز بس عنا ثلاثة. هو الموديول راح يكون بورد، تاني موديول راح يكون الباث، و ثالث موديول راح يكون بوينت. هلا نحط النيم سبيس نسميه باك اند موديولز، ننشئ موديول تبع البورد نسميه بابليك. هلا اول بروبرتي طبعا راح تكون الـ ID، راح نساويها UUID عادي. ID و المود البروبرتي الثانية راح تكون هي اسم البورد نوع string طبعا. البروبرتي الثالثة راح تكون من نوع date time اللي هي created at اما تم انشاء البورد. هاي خلينا فورا انشأ نيا time dot utc عشان نحد الوقت، و كمان property هي عدد اليوزر المتصلين نوع integer،
كمان property نوع بوليون اسمها is deleted. والله هي property بس رح تلزمنا لحتى نعرف انه اذا لازم نحذف اليوزر من الفرونت اند او لا، يعني هي بس بروبرتي المساعدة. نشوف لقدام كيف رح نستخدمها. وهيك مبدئيا معلومات البورد خاصة، طبعا كل بورد لازم يحتوي على ليست من المسارات اللي رح نسميها باثل. خليها ان شاء الله الاول. هلا هون لسه ما عرفنا الباث، رح يكون في خطا، فهيك بنكون خلصنا البورد. ننتقل على تعريف الباث. كمان اول شيء نعمل نيم سبيس باك اند دوت موديولز في عندنا كلاس اللي اسمها باث. طبعا عندنا الباث اكيد راح يكون فيه اول شيء نفس البورد اي دي، و راح نحط فيها كمان البورد اي دي اللي هي تابعة له. وراح نحط كمان اللون تبع هذا المسار النوع string، نبعته من الفرونت اند كسترينج، نستقبله كسترينج، وبعدهم نعمل له bars ك color object في الفلاتر. وبعدها كمان رح يلزمنا عرض القلم، فنقول له double اللي هو الستروك. بالأخير طبعا كل باث رح يحتوي على كذا نقطة، فنحط list point اللي هي اسمها. هي خالص موديول تاني. So موديول التالت اللي هو النقطة، مثل العادة أول شيء نحط النيم سبيس باك اند دوت موديولز والكلاس البوينت بابليك. حتكون طبعا كل نقطة في إلى كل نقطة بتكون تابعة لباث محدد، فبنعطيها الباث اي دي. وكمان كل باث تابع لبورد محدد، فكمان ممكن نعطيه البورد اي دي. بورد اي دي مثل ما قلنا كل نقطة الأحداث فيها اكس والأحداث فيها واي. نرتب شوي الوضع. هيك الموديولز ان شاء الله بكونوا خالصين. هلا مثل ما حكينا كمان فيديو الماضي، الهبس راح يكون فيه كذا فانكشن كذا ميثود اللي شرحناه هون كيف راح نستخدمهم بالفيديو الماضي. فا اول شيء نيم سبيس باك اند دوت هبس، بعدها كلاس الهب public طبعا، راح نخليه نرسم الهب using من مايكروسوفت دوت اي اس بي كور دوت سيجنال ار. سو هلا هيك مبدئيا عرفنا الهب. ما رح نستخدم قواعد بيانات او شيء، رح نحفظ البورتس والباثات وكله كستاتيك اوبجكت عادي. هنحطه ستاتيك مشان يكون مشترك بين كل الاشخاص المتصلين. ف رح نعرفه برايفت طبعا عشان ما حدا عشان يوصل له من برات البورد. فنعرفه برايفت ستاتيك، خلينا نعطي نوع اي ديكشنري. الكي راح يكون بورد اي دي، والأوبجكت هو البورد الأساسي، نسميه بوردز. نعمله initialize من ديكشنري عادي، string
الامبورت. في عندنا مش كان الامبورت ما نعرفها عندنا امبورت او يوزنج اخر. هلا هون راح تكون خلينا نقول الداتابيس تبعتنا بهي الديكشنري. الفانكشن اللي راح يلزمونا اول شيء الاد بورد، فخلينا نعرفها public async task add board. راح يجيب لي راح يعطيني string، راح يعطيني اسم البورد اللي لازم اضيفه، هذا راح يجي من الفرونت طبعا. لا بس يبعتنا الاسم، نحن مبدئيا اول شيء نعمله انه ننشئ البورد اوبجكت، نقول بورد تساوي new board، نعطيه الاسم يلي اجانا الاسم اللي اجانا، هيك عرفنا البورد. وبعدها بدي فوق قاعدة البيانات عنا الكي هو البورد دوت اي دي، الاوبجكت هو البورد نفسه. هلا بعد ما ضفنا البورد بدنا نقول لكل المستخدمين المتصلين انه في بورد جديد، مشان في بورد جديد مشان ينعرض عندهم على الليستة يعني. فهون نقول له await clients كل المتصلين all dot send async. هلا لحتى نعرف اسم channel ثابت دوما ما يتغير مع الوقت، مثلا انسى شو كان الاسم او كذا، فانا بالعاده دوما بعرف انهم خاصه باسماء الشانلز اللي عم بستخدمها بين الباك اند فرونت اند. طبعا هي الشانل هي مجرد عباره عن قناه بتبعت المعلومات من الباك اند للفرونت اند والى اسم محدد. فانا بالفرونت اند لما بدي اسمع هالقناه بعطيه اسمها، بقول له اسمع لي هي القناه ايش بيجيب لك منها، والمعلومات بعرف ايش هي بترجع لي، بقوم بستخدم المعلومات هاي. فهلا هون بعرف channel لا اسمه whiteboard hub channels. احنا عنا هون بال add board خلينا نسمي مثلا board update، هاي اسم الشانل. فهلا نقول له هيا بعت لي لكل المستخدمين المتصلين عن طريق البورد اللي اسمه بورد ابديت، طبعا هون بيقعد لك سترينج بيقعد لك دوت سترينج، بعت لي هيك البورد. هيك مبدئيا خالص هون في طبعا. فهيك انشأنا البورد اول شيء حسب الاسم اللي اعطوني اياه، شوي رتب بس. بعدون ضفنا هذا البورد بقاعدة البيانات عنا، بعدون قلنا لكل المستخدمين المتصلين يلي عم بيسمعوا هاي القناة انه في هذا البورد. ضفنا الاي دي تبع البورد، ما ضفناه، خلينا هون كل ما بنشأ اوبجكت جديد لحاله بينشأ اي دي خاص فيها، نقول هون يو اي دي سترينج. فهون وقت ننشئ الاوبجكت الجديد فالاي دي يتم انشاء اوتوماتيكيا، كريتد ات اوتوماتيكيا، يوزرز نحن نضيفهم، ما يزدريتد لنا بس المساعدة، والباثس نضيفهم بعدهم، فهيك الاوبجكت يكون كامل. هلا الفانكشن الثانية اللي قلنا عليها راح تكون remove board. الفرونت اند لازم تبعت لي الاي دي تبع البورد يلي لازم احذفه. ف بس اخذ الاي دي طبعا بروح على البورد بقول له ريموف هذا الاي دي خالص، هيك حذفته من قاعدة البيانات. بعدهم عند كل
المستخدمين كمان لازم اقول لهم انه هذا البورد خالص حذف، فنقول له client.all.send.sync على نفس الشانل اللي عم بسمع عليها على البورد ابديتس، فنقول whiteboard channels.boardupdate string. فهون لحتى نقول له انه هذا الاوبجكت تم حذفه، ما احنا ما نبعث له البورد تماما، فبنقبله نبعث له نرسل له اوبجكت جديد من نوع بورد، هم هو بالفرونت بس الاي دي تبع هذا البورد اللي نحن عنا اياه اللي بعتنا اياه هو اساسا الفرونت، وبنقول له از ديليتد ترو. فهيك بيعرف انه البورد تبع هذا الاي دي تم حذفه، بس هيك بورد حذفه هو من عند الفرونت، وهيك بنكون خلصنا الريموف بورد. هلا الفانكشن الثالثة اللي قلنا رح تلزمنا هي ال get boards كل ال boards، فنرد هاي ال boards أكيد رح ترجع لستة لل board اسمها get boards، ما رح ناخد شي منها أو يعني front end ما رح يبعتلنا شي، ف ببساطة نقول له رجعلنا ال boards dot values اني ال IDs ما حيلزمونا هون dot to list. هيك خلصة نفس الشي، كمان رح يكون عندنا function رح ترجعلنا بس board اللي هي ال get board حسب ال ID، و ال front لازم يرجعلنا لازم يعطينا ال ID تبعه، فهون كمان نقول له return boards اللي هاد الاي دي تمام وخالص. هلا الفانكشن اللي بعدها في عندنا الاد بوينت والاد باث، خلينا نضيف الاد باث كمان public sync task، قلنا الاد باث لازم يرجع لنا الاي دي تبع الباث، فنقول له رجع لنا السترينج الاي دي عندنا سترينج، فنقول add path والفرونت اند لازم تعطينا الباث. هلا الفرونت اند هي رح تنشئ الباث وتعطينا اياه بس بلا الاي دي، رح تنشئ بس مع اللون والعرض تبع الباث والنقطة أول نقطة محل ما تم النقر على الشاشة يعني، فنحن رح ناخد الباث نحط له الاي دي نضيف هذا الباث للبورد، نقول بوردز تبع هذا الباث دوت بورد. في هون مشكلة انه الباث معرف مرتين، معرف بالباك اند موديول باث، معرف بالسيستم اي او باث، فلحتى نحل هالمشكلة نقول له يوزنج الاوبجكت اللي اسمه باث خليه يعمل باك اند دوت موديولز دوت باث. فهون هلا الباث عرف شو نوعه، فنقول له بورد اي دي. هلا هون جبنا البورد نقول له باث دوت اد هاد الباث، هيك نكون ضفنا عنا قاعدة البيانات. هلا لازم نقول له لكل الأشخاص اللي فاتحين هذا البورد مثل ما حكينا يعني الجروب تبع هذا البورد، لازم نقول له إنه في باث جديد نضاف مشان كمان يرسموه عنده. نقول await client المستخدمين تبع الجروب يلي اسمه البورد اي دي المستخدمين تبع هذا البورد، بعتلن هون رح تلزمنا function جديدة خلينا نسميها path added، بعتلن على channel يلي اسمها path added بعتلن هذا الباث.
بعدين رجع للمستخدم الأساسي اللي بعت لنا ورجع له الباث اي دي. هيك خلص راح تزمنا الفانكشن للأخيرة اللي هي ال add point. هاي فانكشن ما احتاج لنا شيء، مجرد تاسك عادية. الفرونت اند راح يبعت لنا البوينت. فرونت اند اسم الفانكشن اسمه هلا جوات البوينت. قبل شوي لما عرفناها البوينت تحتوي على الباث اي دي والبورد اي دي، فخلينا نطالع الباث تبع هاي النقطة. فمنقول بورد تبع البورد هاد تابع لهي النقطة، بعدون نجيب بها البورد نقول باثز، نقول له أول باث first path path يلي ال ID يساوي ال ID اللي جاينا من ال front. فهي جبنا هون ال path تبعنا، فنقول له هاد ال path النقاط تبعه ضف لي points، ضف لي النقطة الجديدة. هلا صارت كمان نقطة محفوظة، قاعدة البيانات للمسار التابع له للبورد التابع للمسار. هلا بعد ما نصنع قاعدة بيانات بس نقول له await، كمان نقول لهم لكل المستخدمين تابعين لهذا الجروب point of board id send async. هون بقى بدنا فانكشن جديدة مشان نضيف النقطة. نقول له مثلا point added، فهون نقول له canals dot point added to string، بعت لنا هاي النقطة و هيك خالص. عنا اخر فانكشن اللي هي ال user update. هاي الفانكشن رح بس مستخدم يستدعيها رح نضيفه او نزيله من الجروب التابع لهذا البورد، بنفس الوقت نحدث عدد المستخدمين اللي متصلين بهذا البورد. ف نعرف رح يكون ما ترجعنا شيء، مجرد تاسك عادية اسمه user update. رح تعطينا البورد اي دي اللي دخل عليه المستخدم و بوليان انه هذا المستخدم دخل لا طلع. انتر. وهلا اول شيء بنجيب البورد اللي دخل عليه المستخدم حسب البورد اي دي، فنقول له بورد بورد اي دي جبنا البورد. هلا بنشوفه اذا كان مستخدم دخل على البورد جديد يعني، فبنقول لهذا البورد دوت يوزر ضف لي مستخدم جديد، وبعدون الجروبس اللي موجودة عندي بالهاب يعني ضف لي عليها هذا المستخدم، ضف لي عليها ال ID تبع هذا المستخدم اللي هي context.connection ID، ضف لي اياها لهذا الجروب يلي هو اسمه بورد اي دي، او ممكن نقول كمان بورد اي دي نفس الشيء. هلا اذا موقف انتر مع تاكيد هو عم بيطلع لنا، ما في خيار ثالث، يا عم بدخل من البورد يا عم بيطلع. فنفس الشيء اذا موقف انتر فنقول بورد دوت يوزر ما طلع، نقص لي هذا المستخدمين واحد. نفس الشيء للجروبس dot remove from group، نقول له remove لي ازل لي هذا المستخدم الكونكشن اي دي تبع هذا، ازل لي اياه من هذا الجروب. هلا بعد ما
ضفناه او زلناه من الجروب. هلا بدنا نقول لكل المستخدمين الجداد، لكل المستخدمين المتصلين، انه هذا الجروب تحدث فيه كمان اليوزر، يعني مشان بس يحدث لنا الرقم يلي ظاهر على الشاشة لهذا الجروب، انه كم واحد حاليا متصل بالبورد. فبنقول له بعت لي لكل الكلاينتس يلي متصلين، بعت لي عليهم فانكشن، رح تزلنا فانكشن جديدة بنسميها user upgraded. هون نقول له بعت لنا هذا الشانل يلي اسمه user updated to string، بعت لي انه هذا البورد اي دي دخل له طلع. يفضل دوما اول حرف البارامتر يكون صغير، وهيك بنكون خلصنا كل الفانكشنز اللي بتلزمنا على هذا الهب. وعندنا بس اربع شانلز رح نستخدم لنسمع تحديثات من الباك اند بالفرونت اند، يعني هيك بكون الهب خالص. هلا بس بقي نضيف هذا الويب هذا الهب للويب اي بي اي اللي عندنا، مشان بس نشغل المشروع يستخدم هذا الكلاس. فمثل ما قلنا ما في كنترولز سواجر ما حيلزمنا، نفس فن الشيء كله ما حيلزمنا، ما في كنترولرز وما في اوثنتيكيشن او اوثورايزيشن خالص، ما بيلزمنا كل شيء. هلا فبنقول له للبلدر سيرفيسز خدمات موجودة ضف لنا سيجنال ار عشان يحسن يستخدم سيجنال ار. بعدون للاب تحت بنقول له اب دوت ماب هاب، هذا الهاب يلي اسمه وايت بورد. هذا الهب خليه يشتغل على المسار اللي اسمه هابس واي بورد، وايت بورد. هلا هيك بالمشروع بالابليكيشن يعني ضفنا خدمات تبع السيجنال ار، يعني رح تلزمنا حتى نشغل هذا الهب. بعدون ها قلنا له لما اي حدا بيطلب هذا الرابط فاعطيه هذا الهب، يعني خليه يتصل بهذا الهب. هيك بنكون تقريبا خلصنا الفرونت الباك اند عفوا. خلينا بس نعمل تيست انه كل شيء تمام. ندخل على الباك اند دوت نت بيلد، نعمل بيلد للمشروع مشان نشوف اذا في اي اخطاء او شيء. بيلد سكسس ما في شيء، هذا تمام. و بس الوقت نعمل رن اول مرة تأكدنا الوضع تمام. هون بنشوف انه اشتغل تماما، وهون قلنا اي رابط اشتغل مع اي رابط عم بسمع. يعني هيك هلا بنكون خالصين باك اند تماما، ما ضل شيء. نسكره. خلينا هلا نبلش بالكود جنريتور، نسكر الملفات تبع الباك اند، نفتح كونسول ابلكيشن عندنا. خلينا نروح على مشروع الكود جنريتور. هلا هون بدنا نضيف اول شيء مشروع الباك اند نربطه فيه حتى نحسن نصل للموديولز والهاب يلي انشأناه قبل شوي. دوت نت اد ريفرنس، نعطي ريفرنس المسار تبع الريفرنس اللي لازم نضيفه، نقول له باك اند الباك اند. فهون عملنا انه تم اضافته، وبدنا كمان نضيف الباكج تبعية الكود جنريتور اللي هي اسمها هاي الباكج اسمها دارت سيجنال ار. ممكن نشوفه شرحها لنا كامل هون على الجيت هاب وعلى النوجت كمان نوجت ستور.
فنقول كمان هون دوت نت اد باكج اللي اسمه دوت سيجنال الار هون نضيفه و لما اضافته. هلا اذا فتحنا على الجيت هاب نشوف شلون ممكن نضيف الهاب وش لازم نسوي. خلينا ننسخ الكود من هون. هلا هون عم بقولنا انه هذا الاوبجكت مجهول، فنقول له انه كنا يوزنج نفس الشيء هون. هلا نضيف اليوزنج هون، نحن ما عندنا شيء اسمه اكزامبل هاب، بينما عندنا شيء اسمه وايت بورد هاب. هون كمان نقول له عمل له يوزنج. هلا هون عرفنا ريكوست للوايت بورد هاب و عم نقول له انه هاد سيجنال اور هاب، وكمان هلا هون رح يحول بس الوايت بورد هاب، رح يحول بس هاد الهاب عنا والموديولز اللي نحن عم نستخدمهم جواته اللي هو الباث البورد البوينت. بس الشيء اللي عم نستخدمه نحن جوات الكود هون هو ما رح يعرفه، ما بيعرف شو هو، اللي هو مثلا الوايت بورد هاب شانلز. فنحن كمان بدنا نحوله لدارت كود عشان ما نرجع نكتبه مرة تانية بالفرونت اند. فبنعمل ريكوست جديد، فبنقول له كمان حول لي الوايت بورد هاب شانلز، بس هاد مو سيجنال اوت هاب، هاد كلاس او انه ماضي. وبعدها بنقول له انه الرانر عمل له ران لهدول الريكوستات، وهون رح يجينا الكود تبع الدارت. خلينا اول شيء مثلا نعمل له نكتبه بالكونسول عشان بس نتأكد انه كل شيء تمام. فخلينا هون نعمل دوت نت، خلينا نكبرها شوي للترمينال. دوت نت ران، فهون بنشوف ضاف اول شيء، هون ضاف الوايت بورد هاب جوات بايدو الوايت بورد هاب. راح نستخدم الهاب كونكشن. الهاب كونكشن راح يجينا من سيجنال ار كور، المكتبه راح نستخدمها لحتى نتصل مع الباك اند. وجوات هذا الكلاس كل الفانكشنز يلي الهاب بدعمهم، يلي نحن عرفناها قبل شوي بالسي شارب مكتوبين هون بالدارت. ولحاله عم بقول له سند، لحاله عم بيعمل يعني ببعث الفانكشن، واذا كانت ترجع لنا شيء فبعمل لها بارز يعني from json حتى ترجع لنا object جاهز. نفس الشيء يعمل تحويل، انشأنا الانم من الوايت بورد هاب شانل جوات الشانلز اللي نحن نستخدمه، وكمان انشأنا الموديولز اللي عم نستخدمهم بالهاب اللي هي البورد باث والبوينت مع البروبرتيز طبعا اللي بلزمونا وفرم وتو جيسون. هلا احنا اكيد ما بدنا بس انشئ الكود بالكونسول ونعمل له نسخ ونضيف على كلاس، بدنا نحطه بضمن بملف جاهز عشان نستخدمه. فرح نعمل هالشي، ننشئ اول شيء مشروع الفرونت اند. نرجع لهون فنقول له flutter create from end. فهون ضفنا مشروع الفرونت اند. خلينا ننظف شوي بس ننظف كل هدول. الايكونز هدول ما بيلزمونا من شي لون نايفة نايفة ماتيريال ايكون نشيل كل شي بقى. هلا هون بنضيف ال سيجنال، كتبت سيجنال ار كور اللي راح نستخدمه. نعمل له سيف. هون كان في مشكلة بالمشروع الفلاتر، خلينا نسكر الكود ونرجع نفتح مرة تانية.
ما كان تعرف عليها كمشروع فلاتر along the Locket packages. نحكي الـ iOS نستخدمه الـ Linux للـ macOS. هلا هون بدنا الكود الدارت اللي تم إنشاؤه بدنا نحطه بملف جديد اسمه ملف جديد هون جوبات مشروعنا. هلا هون أول شي بدنا نعرف المسار تبع الملف اللي بدنا يكتب جوات الكود. فنقول file name هون نحط file name وبعدها نقول له file.writeAllText اكتب لي كل التكست path.combine نقول له بنجري المسارين مسار environment.currentDirectory الفولدر اللي انا فيه حاليا اللي بشغل من المشروع مجلي اياها مع الفايل نيم بعدها بقول له جوات هذا الملف اكتب لي هذا هلا الملف راح يكون مثل ما قلنا محل ما اول ما انا بشغل الكود محل ما بشغل الكود جنريتور فراح نكون جوات هاي الفولدر فبدنا نطلع مرة لبرا فنصير جوات ملف هذا الباك اند فكمان بدنا نطلع مرة لبرا فبنصير جوات الفولدر الوايت بورد اللي بيحتوي الباك اند والفرونت اند فنقول له هلا ادخل على الفرونت اند بعد ادخل على الليب وبعدها اكتب لي الكود جوات ملف اسمه دار سيجنال ار دوت جي مشان نعرف انه هذا الملف تم انشاء اوتوماتيكيا دوت دارت هلا نعمل دوت نت ران فنلاقي انه هون ضفنا ملف جديد جوات هذا الملف كل الموديولز والفانكشن الميثودز يلي راح يلزمونها بس نحفظ مرة تانية بس عشان يعمل فورمات هيك بنكون انشأنا نقطة الاتصال بين الباك اند والفرونت اند وضفناها بالفرونت اند كمان عشان هون فورا نستخدمها موديولز انضافوا الوضع ان شاء الله صار جاهز لحتى نبلش بالفرونت اند نبلش فيها ان شاء الله الفيديو الجاي ما بعرف ممكن تطول فيديوهين او فيديو واحد حسب شلون الوضع شكرا كتير هلا بس ملاحظة صغيرة في حال شغلنا الابليكيشن كويب ابليكيشن فراح يطلع عندنا هالخطأ انه ما عم يحسن يتصل بالباك اند لاني نحن بالباك اند ما مفعلين الكورز ف حتى نفعلها بالباك اند اول شيء بدنا نضيفها بالسيرفيسز نضيف الكورز وبعده نقول له انه allow any origin يتصل بالباك اند نطفي الباك اند نرجع نشغله اشتغلت هلا اذا عملنا ريستارت بتصل